المعروف بقدور برسون، ولد بقسنطينة في 8 جانفي من سنة 1927، وما إن بلغ 4 من العمر حتى أرسله أبوه إلى المدرسة القرآنية تحت إشراف الشيخ عبد السلام بن الحاج مصطفى، وسرعان ما التحق بالمدرسة العمومية الفرنسية. لقد ظهر مبكرا شغفه بالموسيقى، فإعجابه بخاله ستار بن كرتوسة كان له بالغ الأثر في ذلك. وأمام هذا الموقف لم يكن من الأب إلا أن يعهد به إلى سبراهيم بن عموشي ليكون عضوا ضمن كورال محبي الفن والشباب الفني، الجمعيتين الموسيقيتين اللتين أسستا في 1932 و1937 على التوالي. هذا الموسيقي الشاب وهو في نعومة أظفاره لفت انتباه موسيقيين من الجالية اليهودية بقسنطينة آنذاك، مويز زغبيل ويوسف بن زرتي. وحوالي 40s من القرن الماضي تبناه فنيا الشيخ بن العمري والشيخ خوجة بن جلول بفندق سيدي قسوم. لقد ذاع صيغة الشيخ واشتهرت موهبته، فتسابق إليه مطرب المدينة حيث كان يتلقى العروض المغرية من الشيخ حمو الفرقاني والشيخ ريمون ومن غيرهما. إن تكوينه الصارم وبراعته في العزف على آلة الجواق قد جعلاه يرقى إلى مرتبة الشيوخ الكبار من أمثال خاله الطاهر بن كرتوسة وبابا عبيد قاردغلي. لقد أصبح الآن سقدور موسيقيا محترفا يعيش من عوائد عمله الفني. كون الشيخ كثيرا من الفرق الموسيقية، غير أنه قرر أن يلتفت إلى الشباب فكرس حياته لتكوينه. لقد نال سقدور الكثير من الجوائز والتكريم، وتبقى الجائزة الأكثر جدارة واستحقاقا الميدالية الذهبية التي نالها بمناسبة المهرجان الوطني للموسيقى الأندلسية في الجزائر العاصمة سنة 1968 مع جمعية المستقبل الفني من قسنطينة. سقدور درسوني رجل كثير النشاط، يوجد في كل مكان، تارة معلما وأخرى منشطا. لقد وقف وراء كل محاولات المحافظة على الموروث الموسيقي القسنطيني، فساهم برفقة الحاج محمد طار فرقاني وعبد المؤمن بن طوبال في تسجيل تراث المالوف القسنطيني. واليوم على الرغم من ضعف البدن تسعى إليه كثير من الدعوات، إن من الموسيقيين الشباب أو من الباحثين المتميزين في ميدان علم الموسيقى. سقدور رجل متكامل فخم، حظي بشرف صحبة أحسن الموسيقيين في القرن الماضي، فحفظ عنهم واستوحى منهم لما تبقى من مشواره الفني. حق لسقدور درسوني أن يفخر بمجمل منجزاته، فهو بعبارة واضحة مسار دون عثرات، إنه مثل للتأمل. نستمع إلى حسن الختام وهي مدحة يقدمها لنا قدور الدرسوني بحق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وستكون مسك الختام لحفلتنا هذه. وهذه المدحة بعنوان عبق المقام أو هيج الغرام للشاعر القسنطيني الشيخ علوة بن زيد رحمه الله. أشرقت الدنيا بنور محمد،
أشرقت الدنيا بنور محمد، وفحلنا منه المسك والطيب. أليتني أرى قبر محمد ولا أموت في ذاك المقام شهيد. ومن مات في ذاك المقام فليس يخيب. هيا جاء الغرام مصباح الظلام. محمد طالعت القمر، صلوا يا كرام على مجد زياد البشر. طب من الذهب صلوا يا كرام علم سيد البشر. وأبكار حفلت بملابس زينها عجب، صلوا يا كرام علم سيد البشر. الحور في الخيام يضوي وكي الشمس والقمر، الحب بالخيام الشمس والقمر. ويا جدي والسقام وجميع الهم والكدر زيدوا يا قوام في حب الهادي بالوفر. صلوا يا كرام على المجد سياد البشر. وعبق المقام زين الخلقة لا يلو مثل. صلوا يا كرام على الجد سيد البشر. سبغني أنا محب في خاطري نزل. صلوا يا كرام على الجد سيد البشر. زادوا في قلبي حرقة وبكيت على ديك الفرقة
حاليا دبل صلوا يا جراح على سيد البشر بلادي نجانا باش نصار نصافر في البحر صلوا يا جراح بهاكم نتبقى نتما معاكم نبلغ الوطار سالوا يا جمال عالم جيد البشر ونمدح بكل حين بحسن بغاني والوتر سالوا يا جمال عالم جيد البشر سعدي استقام زيارات عمالي القدر سعالي السحار كامل بالتمام في وصف ولاناين ومضر زيدوا يا قوام في حب الهادي بالوفر صلوا يا كرام سياد البشر صلوا يا جماعة على المجد سياد البشر